كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوسي عن تفاصيل إنتاج 100 وحدة قمر اصطناعي تعليمي كانسات، وقال القوسي على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، قال إن فكرة المشروع تعتمد على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطلاب التعامل معها بسهولة، ويمكنها أن تحاكي وظائف الأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة في القمر الاصطناعي الكبير. وأوضح القوسي أنه بموجب بروتوكول التعاون ستنقل وكالة الفضاء المصرية تجربة كانسات للمدارس، إيمانا منها بأن الجمهورية الجديدة هي نقلة نوعية لمصر في شتى المجالات وفي مقدمتها التعليم. تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم واتفق على توقيع بروتوكول تعاون من خلاله يتم تنفيذ هذه الأنشطة. اليوم وبحمد الله سيتم توقيع هذا البروتوكول، ولكننا لم ننتظر توقيع هذا البروتوكول، فقد بدأنا التواصل مع المدارس وبدأنا فعلا أن يكون في نشاط في نشر ثقافة الفضاء. اللي أنا شايفه النهاردة ده يعتبر أحد المشروعات القومية، ولذلك على طول يجب إحنا في وزارة التربية والتعليم متبنيين تبني المشروعات القومية للدولة المصرية في الأنشطة المختلفة لوزارة التربية والتعليم، سواء داخل المسابقات أوائل الطلبة، سواء الحديث عنها في الطابور الصباح أو موضوعات التعبير أو الرحلات الميدانية للمواقع المشروعات القومية.